بجد مش لاقي كلام اعبر بيه عن حزني الشديد لعدم صعود سعيد بن رحمه وفرقته للدوري الانجليزي الممتاز. النهارده فريق برنتفورد وسعيد بن رحمه ورفاقه النهارده عاملين مباراه 120 دقيقه افضل في كل حاجه، يعني انت تبقى راكب المباراه ويجي فيك جول غلطه حارس المرمى بتاعك يلبسك ويضيع عليك يعني مجهود سنه كامله وانت بتقدم مباريات جيدة والتالت، وكنت لو فزت في المباراة الأخيرة كان ممكن تصعد على طول من غير ما تلعب الدورة اللي طبعا المجمعة، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بكاء فريق برنتفورد وسعيد بن رحمة وطبعا حزن شديد وحقهم. النهاردة انت افضل، النهاردة انت راكب المباراة، النهاردة كان ممكن تصعد بسهولة لكن حارس المرمى بتاعك وقبليهم الحكم يتسبب، كان ليك ضربة جزاء حتى ما رجعوش للفار. حزن شديد لسعيد بن رحمة ورفاقه. انا شخصيا زعلان، يعني انا زعلان لان هم كانوا افضل. طبعا كل ده هنتكلم عليه جوه الحلقة معكم عصام السرساوي، وهنتكلم كمان عن ان سعيد بن رحمة هيستمر في برنتفورد ولا هينتقل الى فرقة من الدوري الانجليزي. لو اول مرة تتفرج علينا انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس ولايك وشير عشان الحلقة تنتشر، ويلا بينا نتكلم عن المباراة. بداية النهاردة انا شايف سعيد بن رحمة عمل اداء مميز بيكلل مجهوده وبيكلل النجاح اللي عمله طول الموسم. سعيد بن رحمة عامل طول الموسم السنة دي ويمكن افضل، من وجهة نظري افضل لاعب في برنتفورد، لا ده افضل لاعب في دوري القسم الثاني من الدوري الانجليزي تشامبيونشيب. انا شايف ان سعيد بن رحمة احسن لعيب في التشامبيونشيب السنة دي. سعيد بن رحمة عمل مباراة جيدة جدا جدا، عمل مباراة رائعة جدا جدا، بس الحزن يعني اللي هو فيه النهاردة ورفاقه النهاردة كان المفروض المجهود ده ومجهود برنتفورد كله يكلل بالصعود. النهاردة 120 دقيقة هم الافضل، 120 دقيقة التحكم، 120 دقيقة الفرص، 120 دقيقة هم افضل في كل حاجة، لكن غلطة الشاطر بألف حارس المرمى، كرة ملهاش لازمة وطالع ومعاه مدافع، تسببت في طبعا في خطأ. الخطأ ده يجي فيه الجون بخطأ برضو منك، انك بتلعب على العرضية وسايب الزاوية الضيقة بتاعتك، لعيب فولهام حطها جميلة جدا جدا وتتسبب ان فريقك ما يصعدش الدوري الانجليزي بعد مجهود سنة كاملة. والتشامبيونشيب بيبقى صعب جدا جدا، لكن هنقول ايه يعني، الواحد حزين والله بجد، مش عشان سعيد بن رحمة بس، كمان لان الفريق كله عمل موسم استثنائي، عمل موسم يعني للتاريخ والله. وكمان ماتش النهارده لا ما يستاهلوش انهم يطلعوا كده. الحكم بقى، نيجي لنقطة الحكم، زي ما اتكلمت وقلت ان الحكم قبل الحارس هو السبب في الشوط الثاني من المباراة في بدايتها، يعني ضربة جزاء الكرة في ايد اللعيب، يعني ارجع للفار، لا ده ما راحش للفار اساسا. يعني النهارده حرام يعني تضيع مجهود سنه كامله عشان غلطه حكم. النهارده لو يعني رجعت للفار اتحسبت ضربه جزاء، ناس هتقول لي فيها وعليها، يا عم ارجع للفار واديني حقي، ارجع للفار عشان ابقى مطمئن انها ضربه جزاء ولا لا. تضيع مجهودي ومجهود سنه كامله وفرقه كامله عشان خاطر حضرتك ما رجعتش للفار، حاجة غريبة وعجيبة. الدوري الانجليزي برضو زي ما بنقول في فار، بس برضو في غلطات، وغلطة النهاردة بسنة كاملة. حزن وبكاء من لعيبة طبعا برنتفورد وسعيد بن رحمة، وفعلا والله الواحد يعني انا لو مكانهم هبكي، هبكي ان انا ضاع مني مجهود سنة كاملة وانا الافضل في المباراة وانا كان ليا ضربة جزاء وغلطة حارس المرمى بتاعي، لازم ابكي. ده مش مباراة وكاس، لا ده مجهود سنة كاملة، 38 مباراة وتخللهم بعد كده مباراتين، 40 مباراة كانت تصعب بيا لأول مرة في تاريخ النادي للدوري الإنجليزي. صراحة شابوه بالرحمة ورفاقه، شابوه للمدرب برنتفورد، عملوا موسم استثنائي، كانوا الأفضل وكانوا يستحقوا الصعود لأن هم التالت. سيبك من هم التالت، عملوا مباراة على فولهام الرابع النهاردة،
احسن من فولهام. المباراه خلصت 2-1، لو كان الجون جه بدري كان خلص الدنيا، بس يعني هجمتين لفولهام بجونين، هي دي الواقعيه. سعيد بالرحمه بقى نيجي لنقطه هيستنى ولا هيمشي؟ لا ان شاء الله سعيد بالرحمه هيمشي ويروح فرقه من الدوري الانجليزي تالقه السنه دي واللي عمله السنه دي يشفع له ويروح فرقه تانيه. انا كنت بقول سعيد بالرحمه لو صعده يستنى، لكن دلوقتي لازم سعيد بالرحمه يمشي ويختار له نادي. في فرق كتير وكلام كتير في فرق الدوري الانجليزي انها عايزه سعيد بالرحمه. اتمنى التوفيق لسعيد بالرحمه في الفتره اللي جايه، وهارد لك لسعيد بالرحمه وكل انصار سعيد بالرحمه، والوطن العربي كله كان مستني النهارده صعود لسعيد بالرحمه. وانا والله بجد حزين جدا جدا، لان الفرقه كلها كانت تستحق انها تصعد. قول لنا رايك في الكومنتات كده. بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، لايك وشير واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعار بفيديو بننزله، ودمتم في امان الله.